لحظات مجنونة وصادمة حدثت في ملاعب كرة القدم، لقطات ستراها لأول مرة في حياتك. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. كثيرة هي الأمور الغريبة التي تحدث في ملاعب كرة القدم، وبالطبع وجود كاميرات كثيرة لتوثق هذا الأمر لتصل إلينا الحقائق كاملة. لذا في هذا الفيديو سنشاهد لحظات مجنونة وصادمة حدثت في ملاعب كرة القدم، وأتمنى أن تستمتعوا بهذا المقطع. لنبدأ. في هذه اللقطة وأثناء تنفيذ ركنية لفريق توتنهام، ركزوا جيدا على هذا اللاعب وكيف أمسك مدافع تشيلسي وأسقطه بعد أن سحبه من شعره بهذه الطريقة على الأرض كما ترون. حسنا، وقف اللاعب غاضبا، لكن يبدو أن الأمور قد حلت. استلم هذا اللاعب الكرة من صديقه ولم يعرف ماذا يفعل بها، فقام بتمريرها إلى خارج الملعب بهذا الشكل الغبي. توماس مولر يتقدم بانفراد تام مع زميله، وتم تمرير الكرة إليه، ولكنها كانت متأخرة لترتطم الكرة به ثم بالقائم ثم بمولر ثم تذهب الكرة بعيدا. في هذه اللقطة لنركز على هذا الحارس وما إن وصلت الكرة حتى قام بالابتعاد حتى يسددها بكل قوته بعيدا، لكن الكرة ارتطمت بلاعب الخصم وكانت أن تذهب إلى الشباك، لكن كان طريقها مغايرا، لكن لاعب الخصم هنا تمكن من الوصول إليها، وبعد ذلك حاول تسديدها لكنها ترتطم بقدم هذا المدافع وتتحول هدفا إلى الشباك. لنشاهد هنا هؤلاء الجماهير وكيف هم مستمتعون للغاية بمشاهدة هذه المباراة من فوق الشجرة. حسنا، يبدو أن تذاكر الدخول غالية الثمن بالنسبة إليهم نوعا ما. يمكنكم أن تركزوا على ردة فعل هذا الطفل الصغير بعد أن تقدم بنزيما وقام بمصافحته. حسنا، يبدو أنه عاش لحظة سعيدة جدا. كريستيانو رونالدو يترك عالم كرة القدم ويتجه إلى المصارعة، فركزوا ماذا فعل بلاعب الهلال وكيف أسقطه بهذه الطريقة أرضا. هذا اللاعب هنا يحاول التحضين على الكرة حتى لا يتمكن أحد من لمسها أو أنه يقوم بإضاعة الوقت، وبعد أن ابتعد عنه لاعب الخصم حاول تسديد الكرة لتعريضها، فارتطمت بزميله بهذا الشكل المضحك وخرجت من الملعب. من خارج منطقة الجزاء سدد هذا اللاعب كرة كانت سهلة لحارس المرمى، لكن يبدو أن شيئا ما في الأمام جعل الكرة تقفز من فوق الحارس بهذه الطريقة نحو الشباك. مرر لاعب ليفربول الكرة إلى أرنولد الذي سددها من لمسة واحدة، فترتطم بهذا الشكل بزميله الذي تصدى هذه الكرة عن الفريق الخصم. تقدم هنا ألكسندر أرنولد كما ترون أمامكم ومر بهذه الكرة بين أقدام لاعب أرسنال، وبعد ذلك تقدم وعرض الكرة إلى زميله الذي أودعها في الشباك. تابعوا كمية الندم لهذا اللاعب على دكة البدلاء بعد هذا الهدف. تابعوا كيف تظاهر دي ليخت أن أحدا قام بدفعه بهذه الطريقة أثناء ضربه الكرة برأسه. كرة رائعة للغاية من لاعب مان سيتي إلى زميله الذي أودع الكرة في شباك ليفربول. والغريب هنا هو احتفال إيرلينغ هالاند وردة فعله، وهنا احتفال بيب غوارديولا الذي لربما أزعج اللاعبين الذين يقومون بالإحماء، فتابعوا كيف يتحدث ويسلم عليهم كما ترون أمامكم. تقدم لاعب فياريال وكاد أن يسجل هدفا بعد هذا الانفراد، لكن تم تصدي الكرة لترجع إلى هذا اللاعب الذي كان محظوظا بأن يجد الكرة أمامه ليودعها هدفا في الشباك، فتابعوا طريقة احتفاله الغريبة هذه. ترجع الكرة إلى حارس باريس سان جيرمان فيرجعها إلى زميله، لكن يمكنكم أن تتابعوا لاعب الخصم وكيف انقض على الكرة قبل دوناروما ليودعها هدفا في الشباك. هذا المدافع حاول إرجاع الكرة إلى الحارس لكنه خرج ليتفاجأ بهذه الكرة تذهب نحو شباكه ولم يستطع إيقافها إلا وهي في الشباك.
لنتابع معا هذه المباراة والتي كانت مليئة للغاية بالأخطاء من كلا الحارسين. فهنا الهدف الأول، تابع كيف تقدم به هذا اللاعب، لكن الحارس خرج بشكل خاطئ ليمر اللاعب نحو الشباك وبسرعة يسجل هدفا، والحارس الآخر تابع الخطأ الذي قام بفعله إذ حاول رمي الكرة لكنها أفلتت منه بهذا الشكل لتصل على قدم لاعب الخصم على طبق من ذهب، ويقوم الأخير بوضعها هدفا في الشباك. أما الخطأ الثالث من الحارس الآخر، يمكنكم أن تتابعوا كيف تقدم بالكرة هذا اللاعب، ولكن الحارس كان غبيا لتمر الكرة بهذه الطريقة من أسفله نحو الشباك مباشرة. تمريرة رائعة تصل إلى هذا اللاعب في العمق، فركزوا جيدا كيف من لمسة واحدة أودعها هدفا رائعا على يسار حارس المرمى. وهنا لنتابع الاحتفال المضحك بهذا الهدف. تقدم هذا اللاعب وقام بتمرير الكرة إلى زميله الذي دخل هو والكرة إلى الشباك ليحتفل الأخير من داخل المرمى بهذه الطريقة. لنستمتع هنا بهذه الأجواء مع جاك غليريش ولاعبي مانشستر سيتي أثناء احتفالهم باللقب، وهم يرقصون ويزحفون بهذه الطريقة على الأرض. حسنا، يبدو أن الأمر مثير للضحك حقا بين إيرلينغ هالاند وهذا الأقرع الذي يسبح على أرضية غرفة الملابس. لنشاهد ولنستمتع معا بلقطة غريبة. ركزوا جيدا على هذا اللاعب أثناء تنفيذه ركلة الجزاء، إذ تراجع في المرة الأولى وتقدم نحو الكرة ليسددها، لكنه تراجع ومرة أخرى يمشي ويتراجع بهذا الشكل الغريب، إلى أن قام الحكم بإعطائه بطاقة صفراء وقام بإلغاء ركلة الجزاء. في هذه اللقطة يتقدم كريستيانو رونالدو ويسجل هدفا رائعا من تسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء ليقوم بحسم الفوز لفريق النصر في هذه المباراة، ثم يذهب ويحتفل مع زملائه. ويمكنكم أن تركزوا على هذه اللقطة جيدا، إذ أن كريستيانو رونالدو قام بالسجود احتفالا بهدفه. في نهائي الدوري الأوروبي سدد لاعب روما كرة ارتطمت بيد لاعب إشبيليا وغيرت مسارها، والحكم لم يحتسب ركلة جزاء. وهنا لنتابع معا كيف الحكم لم يحتسب ركلة جزاء بداعي أن اللاعب يده كانت على جنبه. وهنا جوزيه مورينيو كان غاضبا لدرجة أنه بعد انتهاء المباراة ذهب ليسب على حكم المباراة كما ترون. بعد رحيل 4 لاعبين من فريق ريال مدريد وهم بنزيما وهازارد وأسينسيو وماريانو، لنتابع هذه الاحتفالات وكيف يلقون باللاعبين في الهواء تكريما لهم في آخر مباراة. وبداية الأمر مع بنزيما، ومن ثم اللاعب أسينسيو، وبعد ذلك اللاعب ماريانو، وفي النهاية الثقيل اللاعب إيدن هازارد بسبب وزنه الكبير نسبيا. لنتابع كيف وصلت الكرة إلى إلكاي كاندوغان ليقوم الأخير بتسديدها على الطائر كرة رائعة سجل منها هدف الفوز كما ترون أمامكم. وهنا تابعوا هذه الأشخاص من الجماهير وكيف تقوم بإغاظة هذا الطفل المشجع لمانشستر يونايتد. وهنا ردة فعل السير أليكس فيرغسون مع فرحة بيب غوارديولا. نساء فريق برشلونة في نهائي دوري الأبطال للسيدات كانت متأخرات بنتيجة 2-0 لتنقلب المباراة وتسجل لاعبات برشلونة هدفي التعادل، وكما ترون أمامكم هدف الفوز الأخير الذي جلب البطولة. لنتابع معا هذه الفرصة لليونيل ميسي والتي أتت من كيليان مبابي، وبعد ذلك قام ليونيل ميسي بتسديدها خارج الملعب بهذا الشكل. حسنا، يبدو أن ميسي لم يشارك باحتفالات باريس سان جيرمان مطولا، وفضل الذهاب إلى غرفة تبديل الملابس. يبدو أن برناردو سيلفا رفض السلام على برونو فرنانديز بعد نهاية المباراة كما ترون أمامكم. تابعوا هذه اللقطة التي تمثل الصراع بينهم. بعد أن أضاع هاري كين هذه الكرة التي ارتطمت ببطنه، تابعوا كيف أخذ يزحف بهذه الطريقة متألما كما تشاهدون. تمد هذه الطفلة الصغيرة يدها للسلام، ويبدو أن لا أحد كان منتبها لها إلا آخر 3 لاعبين وهم موتينغ وساني واللاعب ديفيز.
يبدو أن قوة يد هالاند خلعت يد هذه الفتاة التي قررت أن تقوم بالسلام عليه. ركزوا في هذه اللقطة كيف تدخل حارس المرمى على هذا اللاعب وأسقطه أرضا، ما أدى إلى أن قام الحكم باحتساب ركلة جزاء، وعند تنفيذها سددها اللاعب على يمين الحارس، فتابعوا كيف تصدها حارس المرمى، ولكن الحارس كان قد خرج عن الخط بتقدمه نصف خطوة تقريبا، وعند الإعادة تبين أن الحارس بالفعل تصدى الكرة لأنه تقدم بهذه الطريقة لتتم إعادة تنفيذ ركلة الجزاء مجددا، ويمنح اللاعب الذي نفذ الركلة ركلة أخرى بدل التي تم تصديها. وهنا يمكنكم أن تتابعوا كيف تصدى الحارس الركلة الثانية، ولكن هذه المرة عن يساره لتضيع ركلة الجزاء مجددا. تابعوا تسديدة هذا اللاعب الذي انقض عليها حارس المرمى، وبطريقة رائعة تمكن من تصديها لتذهب الكرة على هذه الجهة، وهنا تابعوا سوء التفاهم بين هذا اللاعب وحارس المرمى ليخطف لاعب الخصم الكرة ويتمكن من إيداعها في الشباك. تم تنفيذ هذه الركلة الحرة الثابتة لترتطم بالعارضة وبعد ذلك تنزل الكرة، ولكن حارسة المرمى كانت مستعجلة وقامت بإنزال هذه الكرة التي كانت فوق الشباك زامنا مع نزول الكرة الأصلية داخل الشباك هدفا. تقدم هذا اللاعب وقام بتعريض الكرة، وكانت الكرة ستخرج لا محالة لولا أن وصل إليها هذا اللاعب وتمكن من اللحاق عليها لترتطم برأس هذا المدافع الذي كان يظن أنه سيخرجها، لكنه أدخلها هدفا في الشباك. مرر هذا المدافع الكرة للحارس، فتابعوا كيف ارتبك ومررها للاعب الذي أمامه ليتم اقتطاع الكرة، وحاول هنا إبعادها، لكن سوء التفاهم بين المدافع وهذا الحارس جعل الكرة تحت أقدام هذا اللاعب الذي أودعها في الشباك. تمريرة رائعة تصل إلى بيلينغهام في العمق، فتابعوا هذا الهدف الرائع بهذا اللوب الاستثنائي ليودع هذه الكرة في شباك مانشستر يونايتد. لنستمتع بروعة وجمال هذا الهدف المميز من لاعب الانتر الذي تقدم من أمام خصمه وأودع الكرة في الزاوية 90 على يسار حارس المرمى. ما رأيكم بهذا الهدف الاستثنائي؟ لنتابع أيضا احتفال اللاعب على طريقة ميسي بهذا الشكل. تصل الكرة بهذا الشكل إلى جابرييل خيسوس ليقوم بإنزالها لوب في شباك حارس المرمى بطريقة استثنائية، فتابعوا جيدا روعة هذا الهدف، ليذهب بعد ذلك جابرييل ويحتفل بالرقص بهذه الطريقة أمام الجماهير. هذه الكرة مباغتة بشكل كبير، فتابعوا بعد أن ارتطمت بهذا المدافع كيف حاول اللاعب إصلاحها لكنه أنزلها في الشباك بهذه الطريقة كما ترون. ركزوا على جمال وروعة هذا الهدف المميز. تصل الكرة من الركنية على قدم لاعب ليفربول، فتابعوا كيف حولها بهذه الطريقة الجميلة لترتطم الكرة بالعارضة وتنزل في الشباك، هدفا خرافي من اللاعب لويس دياز. ترتد الكرة للاعب تشاوميني، فركزوا على هذه التسديدة الخرافية من خارج منطقة الجزاء ليحرز هذا الهدف الأكثر من رائع. تم تنفيذ هذه الركنية لتصل على قدم لاعب جالاتاسراي ومن خارج منطقة الجزاء يسدد هذه الصاروخية الرائعة، يحرز منها هذا الهدف الجميل على يسار حارس المرمى. يتقدم هذا اللاعب من مكانه وينطلق بالكرة ولم يستطع أحد إيقافه، وما إن وصل إلى مشارف منطقة الجزاء حتى أرسل هذه الكرة لوب باغتت حارس المرمى بشكل جميل ونزلت في شباكه. فقط يمكنكم أن تستمتعوا بجمال وروعة هذه الركلة الحرة الثابتة، وهي بالفعل ركلة حرة مستحيلة. يمكنكم أن تشاهدوا رونق هذه الكرة وهي تدخل في الزاوية 90 على يسار حارس المرمى. تمريرة رائعة من لاعب الاتحاد إلى زميله ليقوم الأخير بعمل هذه المقصية الجميلة والاستثنائية مسجلا هذا الهدف الرائع. لولا أن تم تصوير هذا الهدف لا أعتقد أنك كنت ستصدق أن هذه الكرة في الشباك. تابعوا كيف سقط اللاعب لتنزل الكرة لوب مباغتة حارس المرمى بهذا الشكل.
تمريرة رائعة تصل إلى هذا اللاعب داخل منطقة الجزاء ليقوم بكعبه بتحويل الكرة نحو المرمى مسجلا هذا الهدف المميز. هذه الكرة غريبة حقا، لكن تم استغلالها بشكل جميل حيث استلم اللاعب الكرة لترتفع في الهواء ويقوم بتسديدها بهذه الطريقة على الطائر ليسجل هذا الهدف المميز. هذه التسديدة من بعد منتصف الملعب بقليل جعلت حارس المرمى يثبت مكانه ولا يعرف ماذا يفعل، وكل ما قام بفعله هو النظر إلى الكرة وهي تدخل شباكه. استلم هذا اللاعب الكرة، فتابعوا ماذا فعل بخصومه، إذ لم يستطع أي مدافع استخلاص الكرة منه ومر منهم بطريقة جميلة، ولعب الحظ قليلا معه بهذا الشكل ليسجل هذا الهدف الجميل. من هذه الزاوية الصعبة نسبيا تابعوا لاعب إشبيليا وكيف أزاح لاعب الخصم، ومن ثم سدد هذه الكرة الرائعة والجميلة ليحرز هذا الهدف الاستثنائي على يسار حارس المرمى. خرج هنا حارس المرمى حتى يتصدى هذه الكرة باعتباره آخر مدافع ونجح بالأمر، لكن الكرة وصلت إلى اللاعب الآخر الذي قام بتسديدها من هذا المكان، ويمكنكم أن تتابعوا الكرة خارج الملعب لكنها التفت في آخر لحظة ودخلت في الشباك. هذا اللاعب أنقذ الكرة قبل أن تخرج وقام بتعريضها لتصل إلى زميله ليكون من نصيبه هذا الهدف الاستثنائي والرائع من هذه المقصية الخرافية. من هذه المسافة لنتابع اللاعب هالك وكيف أرسل هذه الصاروخية القوية من ركلة حرة ثابتة أحرز منها هذا الهدف الاستثنائي. رجعت الكرة وارتدت من الدفاع، فتابعوا هذا اللاعب كيف جعل الكرة تقفز أمامه، ومن هذا المكان يسدد هذه الكرة التي باغتت حارس المرمى ودخلت بشباكه بشكل رائع. أحد أجمل الكرات التي ترتد من الدفاع بهذا الشكل كما حصل مع هذا اللاعب، وسددها بتسديدة واحدة على الطائر ثبت بها حارس المرمى مكانه بهذه الطريقة. لنستمتع بهذا الهدف وهذا الأسيست، إذ قام هذا اللاعب بضرب الكرة بالكعب ليتقدم زميله بانفراد أمام حارس المرمى ويقوم بإسقاطه ويودع الكرة في الشباك. تصل الكرة بهذه الطريقة وبتمريرة رائعة من لاعب ريال مدريد إلى خوسيليو الذي قام بهذا الشكل بعمل هذه المقصية المميزة مسجلا هذا الهدف الاستثنائي. في هذه المباراة الودية تابعوا نيمار وماذا فعل بهذا المدافع، ومن ثم سد كرة باغت بها الحارس وسجل هذا الهدف الجميل. تمريرة رائعة من برونو فرنانديز للاعب المنتخب البرتغالي، فتابعوا هذه الرأسية المميزة والتي سجل منها هذا الهدف الرائع، ارتقاء جميل وهدف مميز. هذه الكرة تصل إلى كيليان مبابي، فركزوا كيف قام بعمل هذه المقصية لترتطم الكرة بالأرض وتدخل في الشباك هدفا بهذا الشكل. كرة رائعة تصل إلى لويس دياز فيرفعها في الهواء، ومن ثم يقوم بتسديدها بهذا الشكل. ركزوا على هذا الذكاء في هذه الكرة. تسديدة لاعب انتر ميامي ترتد من القائم إلى كامبانا الذي قام بهذا الشكل بترويض الكرة ومن ثم رفعها من أمام لاعب الخصم ثم يسجلها بطريقة جميلة في الشباك. قامت هذه اللاعبة برمي كرة التماس بهذا الشكل من خط التماس نحو الشباك بهذه الطريقة. لربما أغرب هدف يمكن أن تشاهده في حياتك هو هدف لاعب لاتزيو أو حارس لاتزيو، والذي انقضى في آخر ثانية من المباراة على شباك أتلتيكو مدريد بعد تمريرة ساحرة من زميله، فيقوم برأسه بإيداع الكرة في شباك الحارس يان أوبلاك. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبورت.